ضمن أنشطة أيام الثقافة السورية، أقامت الهيئة العامة السورية للكتاب حفل تكريم للفائزين بالجوائز الأدبية لعام 2021 في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق. جائزة إذا نظرنا إليها ننظر إليها كناحية معنوية قبل أن ننظر إليها كناحية مادية. هي ناحية معنوية لأنها تعبر على أنه رغم ما مر بهذه البلاد من جوائح سواء الحرب أو جائحة كورونا، أن الثقافة ما زالت بخير. وجود هذه الثقافة فهذا يعني أنك تستطيع أن تبني مستقبلا واعدا، أن تبني نهضة جديدة. أنا سعيد جدا بهالجائزة، أنه بلدي رغم كل ما حدث له وحوربت من كل عديد من العالم، جهات العالم وعصابات وإجت تدمر فيها، لا تزال يعني الحركة الثقافية فيها نشطة. وطبعا أنا بتشكر شكر جزيل للسيد الوزير ولرعايته لهيك احتفاليات ثقافية كل سنة في سوريا. هذه الجائزة هي جائزة كبيرة، جائزة انتشارها أو امتدادها مساحة الوطن، مساحة سوريا. هذه الجائزة تعني لي الكثير بما تحمل، أولا من اسم، تحمل اسم العلم الكبير الشاعر السوري عمر أبو ريشة. هذه الجائزة تعني لي الكثير كونها جائزة من بلدي. الحفل تضمن توزيع جوائز حنامين للرواية وسامي الدروبي للترجمة وعمر أبو ريشة للشعر والقصة القصيرة الموجهة للطفل وحفظ الشعر العربي وتكريم الفائزين ولجان التحكيم. أي جائزة بياخذها الإنسان ما بتساوي قيمتها، قيمة هاي الجائزة اللي هلأ أنا أخذتها، لأن أول شيء من بلد سوريا وعلى مستوى عالي الحمد لله، وكمان باسم روائي كبير وعظيم اني انا اكون يعني بعده او اكون حاملي طريقه شيء حلو. هذه الجوائز هي جوائز الهيئه العامه السوريه للكتاب، مختصه بالترجمه وايضا الروايه وايضا الشعر والقصه الموجهه للطفل وغيرها. وهذه الجوائز هي آليات تحفيز ثقافية وتنظمها الهيئة العامة السورية كل سنة، وتعطى 3 جوائز في كل حقل من هذه الحقول. جوائز كثير مهمة، كثير مهمة، بتعطي دفع معنوي للكاتب، دفع كبير، وتؤدي الغرض المراد منها، بحيث أنه هذا الكاتب اللي بيحوز على هذه الجائزة بيحاول يتطور يوما وإثر يوم، بسبب أنه أيضا أؤكد أن الجائزة تحمل العملاق، اسم العملاق حنمينة، ويكفيها فخرا ذلك. مشاركة الهيئة العامة السورية للكتاب في أيام الثقافة السورية مبادرة في تشكيل التظاهرة الثقافية التي تشهدها مختلف المحافظات السورية عبر الأنشطة المتنوعة بين فنون ومسرح وسينما وموسيقى.